الطلبة وأولياء الأمور اللي كتبوا لنا في الكومنتس عايزين يعرفوا أكتر على الميجر بتاع بي آي إس. في الفيديو ده هنرد على كل استفساراتكم، هنقول لكم إيه الميجر ده عبارة عن إيه وإيه الحاجات اللي بتدرسوها فيه والشغل اللي ممكن تشتغلوه بعد ما بتخلصوا الميجر ده. أول حاجة، إيه الميجر بتاع البي آي إس ده؟ اللي هو بالعربي تخصص النظم ومعلومات الأعمال. طيب إيه الفرق بين البيزنس العادي وبيزنس انفورميشن سيستم؟ تخصص النظم والمعلومات ده بيركز على تطبيق التكنولوجيا في مجال الأعمال لتحسين العمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. يعني ايه قرارات استراتيجية؟ اي حاجة استراتيجية يعني معناها ان هي على اللونج رون، يعني زي مثلا الشركات الكبيرة بتحط خطط مثلا على مدار 5 سنين، على مدار 10 سنين وهكذا. فهو بينتجريت ما بين التكنولوجي والبزنس في ان انت توصل للهدف بتاعك. فالتخصص ده بيجمع بين الاعمال والتكنولوجي لتطوير اي شركه والوصول لاهدافها، وبتدمج ما بينهم الاثنين عشان تقدر تسيرف على الشركه وتحقق اهدافها الاستراتيجيه. طيب ايه الحاجات بقى اللي انا بدرسها في الميجر ده؟ اول حاجه حضرتك بتدرس تكنولوجيا المعلومات، يعني دي بتاخد حاجات كده من كمبيوتر ساينس، بتدرس حاجات في الكمبيوتر اللي هي البيسكس بتاع الكمبيوتر ساينس. ثاني حاجه حضرتك بتدرس اداره الاعمال اللي هو الميجر بتاعك اصلا. ثالث حاجه تحليل البيانات. رابع حاجه تصميم النظم. يعني ايه؟ واحد يقول لي يعني ايه تصميم النظم؟ يعني اي اورجانيزيشن ليها انظمه، فحضرتك بتتعلم ازاي تصمم نظام للشركه. اخر حاجه تطبيق الاعمال. يعني ايه تطبيق الاعمال؟ يعني انا دلوقتي عندي خطه استراتيجيه وعندي نظام خلاص صممته، ازاي بقى ابدا ابلاي كل الكلام ده على ارض الواقع؟ يبقى دي كده الحاجات اللي حضرتك بتدرسها في بي اي اس. نيجي بقى لاهم بوينت وهي البوينت بتاعه الشغل. هل الميجر ده ليه شغل؟ طبعا ليه شغل. ميجر بي اي اس حضرتك ممكن تشتغل في كل الشركات، شركات الموبايلات، شركات الهندسة، البنوك، المصانع. ميجر مفتوح في معظم المجالات، يعني كشغل هو ليه شغل كتير. تاني يا جماعة نرجع لموضوع المرتبات ده، على حسب المكان اللي حضرتك هتشتغل فيه. لو حضرتك كواليفايد والانجليش بتاعك كويس وقدرت تشتغل في شركة مالتي ناشنال، اكيد مرتبك هيبقى اعلى بكتير من مثلا لما تشتغل في حاجة ناشنال في البلد اللي حضرتك فيه. فموضوع المرتبات ده ما نقدرش نحدده، ده بيزد على الكواليفيكيشنز بتاعتك، بيزد على الاكسبيرينس بتاعتك، بيزد على حاجات كتير جدا. ما اقدرش ان انا اقول لك هي مرتباتك كويسه ولا لا، بس ان جنرال هو ميجر كويس وليه شغل. يا رب نكون قدرنا نوضح لكم الميجر ده عباره عن ايه، ونكون ردينا على معظم الاستفسارات اللي جانا. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.